أول أخبارنا أيضا مع زيارة الرئيس الجيبوتي عمر جيلة. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس دولة جيبوتي، وتم عقد مباحثات بين الرئيسين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات. في ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التشاور السياسي والطاقة والموارد المتجددة وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية جمهورية جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا. مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا.
مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة يوقعها عن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلى الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضل. في نفس السياق وبعد انتهاء المباحثات، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل امبارح مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي اسماعيل عمر جيلا، وقال سيادته ان مصر بتسعى لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع جيبوتي، وتم الاتفاق على توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في التنمية في جيبوتي. قال كمان سيادته ان مصر بتتحلى بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة. لقد اتسمت محادثات اليوم مع أخي فخامة رئيس جيلا بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين بلدينا، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا. وفي هذا الإطار تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني، وتابعنا الجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي. إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف. وخلال المؤتمر قال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا: نحن أمام مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل في إطار الدور القيادي لمصر. قال كمان: أثق في قدرة مصر وحنكة قيادتها على إنجاح قمة المناخ 27. أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لما لمن دواعي سعادتي البالغة أن أتواجد اليوم في قاهرة المعز، وأود أن أشكر فخامتكم على حفاوة الاستقبال التي حظينا بها منذ أن وطأت أقدامنا أرض الكنانة
وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة المعهودة عن بلدكم العزيز وشعبكم الكريم. أخي فخامة الرئيس، إن تواجدي اليوم هنا وسط أشقائي في مصر بعد شهور من زيارتكم التاريخية لبلدكم الثاني جيبوتي يعكس ما يجمع بين بلدينا الشقيقين من روابط أخوية متبنية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة. كما يتدرج في إطار الحرص المشترك والإرادة السياسية القوية المتبادلة للارتقاء بأوجه التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب وأشمل، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لقد أجريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمرة، حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين الشقيقين. وعلى الصعيد الإقليمي أكدنا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميتين، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتخفيض وتحقيق التكامل. ولا يفوتني في سياق الدور القيادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة أن أجدد التبريكات لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم، والذي يعكس التقدير العالمي لجهودها في الحفاظ على البيئة ودورها في مواجهة آثار التغير المناخي محلياً وعالمياً. ونؤكد ثقتنا التامة بقدور مصر وحنكة قيادتها الكريمة لإنجاح القمة المنتظرة. أخي فخامة الرئيس، أود في الختام أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة لأعبر مجدداً عن سروري بتواجدي هنا اليوم وسط الأشقاء بأرض الكنانة، ولأجدد في الوقت ذات شكري على الحفاوة البالغة التي لقيتها من لدن فخامتكم، متطلعاً إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا في الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات شعبينا الشقيقين. وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله. انتقل مع حضراتكم للنشاط الحكومي، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل امبارح اجتماع مع 7 وزراء عشان يتم وضع دليل ارشادي موحد لمواصفات البنيه التحتيه في كل القطاعات الخدميه، ورئيس الوزراء انه تم تشكيل لجنه برئاسته لاعداد تصور لتنفيذ دليل مواصفات البنيه التحتيه وفقا لتوجيهات سياده الرئيس، وانه هيتم تطبيق هذه المواصفات على مستوى المدن الجديده، وهتكون بشكل تدريجي بالنسبه للمدن القائمه بالفعل. ودي نقطه هامه جدا، لانه في بعض الاوقات كنا بنسمع دايما انه الخدمات في المدن الجديده هتكون مختلفه عن المدن اللي موجوده او المدن اللي احنا او الاحياء اللي موجوده، لكن الحقيقه انه هذا الاجتماع وهذا القرار بيؤكد انه المدن الجديده هيتم فيها توحيد
البنى التحتية في كل القطاعات الخدمية، وهتنتقل بالتدريج كمان للمدن القائمة بالفعل. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع امبارح الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية. وجه رئيس الوزراء بتسريع معدلات التنفيذ في هذه المشروعات لأنها بتستهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وبتحقق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام. أيضا أمس دكتور مصطفى مدبولي تابع العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على جذب الكثير من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات الطاقة النظيفة، وده عشان تتحول المنطقة الاقتصادية لمركز لوجستي واقتصادي عالمي. رئيس الوزراء امبارح تابع توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان، وقال إن في توجيهات رئاسية بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق والاطمئنان على تواجد أرصدة تكفي لفترات أطول، خصوصا توفير السلع المختلفة اللي بيحتاجها المواطنين في شهر رمضان المبارك. انتقل لوزارة الداخلية، ونظمت أمس معرض عيد الشرطة لعام 2022 بحضور أسر الشهداء والمصابين وعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط من أوفوا العطاء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. بشكر السيد الرئيس والسيد وزير الداخليه على اهتمامهم باسر الشهداء، ودايما ما بينسوناش في كل المناسبات. ما احس ان انا فزت ولادي وان انا ما فقدتش ابني، كلهم ولادي وكلهم بيسالوا علينا، والوزارة ما بتسيبناش في أي مناسبة الصراحة، بيفتكرونا في كل المناسبات. وليا شرف وفرحة كبيرة قوي إني أبقى موجود في وسط ولاد بلدي اللي مسؤولين عن حمايتنا. ألف مبروك على العرس الجميل والاحتفالية الجميلة بعيد الشرطة، وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطة زي ما هما بيساعدونا وتعبانين معانا. قدمت للحضور عروض متنوعة منها ميدان الجبال والفروسية وعروض الكلابة، فضلا عن العروض الموسيقية. اصطفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة. على حسن الاستقبال وعلى العرض الرائع اللي اتعمل، حاجه مميزه جدا لاي حد، واي حد يتمنى انه يبقى موجود. السيارات الحديثه لقطاع الاحوال المدنيه التي تعمل كمراكز تكنولوجيه متنقله كانت حاضره في المعرض بتجهيزاتها المتطوره لاستخراج الاوراق الثبوتيه للمواطنين، حيث تدعم تلك السيارات خدمات الاحوال المدنيه في اي مكان على مستوى الجمهوريه خاصه المدن الجديده. كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أجواء احتفالية سادت المعرض، حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم لحفظ الأمن والاستقرار، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تحيا مصر عقيدة بها مؤمنين، تحيا مصر وابكي على مر الزمان،
شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. وكلنا فرحانين، احنا جينا أكاديمية التوتة ولعبنا وبسطنا كلنا مع الضباط. اتصورت مع الضباط، اتصورت معاهم وركبت الموتوسيكل وركبت العربيات، وكنت انا فرحان قوي يعني النهارده. مبسوطين جدا، كان يوم جميل قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وهم طيبين، وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، ويا رب يقويهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. الحفلة نفسها مبهجة للناس، وبتبين قد ايه الشرطة بتعمل مجهود وبتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع. كنا على العهد وقفنا بثبات، عشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا وأغلى حاجة فينا، دي النهجة بتلاقينا. ويعكس عرض التكنولوجيا الأمنية مدى التطور المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية لتلبية متطلبات العمل الأمني، بما يواكب تطلعات وآمال المواطنين في وطن آمن وخدمة حضارية. على عهد بائي، على عهد بائي، عشانك يا مصر، وتحيا يا مصر كل وقت وكل حين. تحيا مصر عقيدة بيها مؤمنين، تحيا مصر وجد على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. كلهم طيبين وتحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. احنا مشتاقين جدا لشعب طيبين. كل سنة وكل الشرطة طيبة، كريم حلو قوي قوي، وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة يضم كافة التجهيزات والمعدات والمركبات التي تستخدمها وزارة الداخلية في أداء المهام الأمنية المتنوعة، وهو يجسد معنى التطوير الذي تشهده الوزارة على طريق أداء المهام الأمنية باحترافية كاملة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.